اليوم نحن نشكو من التمثيل السياسي الموجود في المجلس النيابي. 99 نائب، يمكن فيش 80 يمكن فيش 15 منهم بيعملوا واجباتهم، والباقي ممثلين لمصالحهم الخاصة. فالتدهور في النوعية النيابي هذا المطلوب ان نجعل نتخلص منه. فالمهم نحن طلبنا في الاصلاح هو ايجاد نوعية جديدة في المجلس النيابي في الحكمة. فبصير نوع من التجديد الآلي، لأنه من نظري لازم الشباب يدخلوا يتحملوا مسؤولية. لازم احدى اسباب الأزمة القائمة هو الجيل الجديد لا يشعر انه يشارك لا في التمثيل النيابي ولا في الحكم. الدولي في واد وهن في واد اخر. لهذا السبب صار رفض واسع جدا في البلد، وقائم على جذور عم بتنمي في الانسان الرافض يمكن المشاعر ضد الوطن، ضد لبنان، ضد النظام، ضد اي شيء اخر. ورأينا في مجال العين في مدى الحوادث الاخيره كيف اللون الرافض يولد مع الوقت انحلال خلقي واسع.